أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في حقوق الناس. تصاعدت حدة الغضب بين الفلسطينيين على الجنود المصريين الذين أقدموا على قتل شاب فلسطيني مختل عقليا. وزارة الداخلية الفلسطينية اتهمت الجنود المصريين بإعدام الفلسطيني المريض عقليا بدم بارد. وقالت الداخلية الفلسطينية في غزة إن الشاب الفلسطيني دخل الأراضي المصرية سيرا على قدميه وعاريا في مياه شاطئ البحر المتوسط على خط الحدود. شريط مصور تم تداوله مؤخرا أظهر الرجل وهو يخوض في المياه عاريا ويمر من سياج إلى ما يبدو أنه المياه المصرية قبل أن يطلق عليه الجنود المصريون الرصاص. وظهر في الشريط أيضا رجل يشير إلى مصدر النيران مؤكدا أن المتسلل مريض عقليا طالبا بوقف إطلاق النار عليه. وبعد ذلك ظهرت جثة الشاب وهي تطفو على سطح المياه. نتابع. ايش شعوري؟ انا لحتى الان مش صاحيه يا اخو. انا مش صاحيه لانه انا ما تاملتش. احنا كنا نستقبل اولادنا لما يستشهدوا من اليهود بصدر رحب ونزغرت لهم ونطلعهم مفتخرين فيهم انهم شهداء، لانه عدو هذا مش ابن عربي مسلم زيك زيه. كيف انا بدي استقبلها؟ انا مش عارفه ايش اقول لك. انا مش قادره، انا مش قادره. قلبي معروف من جوا حرم. انا بحس بحالي لسه، انا قاعده قبالك وبفكر حالي في حلم. انا مش عارفه انه هذا اللي بصير من اخواننا العرب، هيك من اخواننا المصريين بالذات. يعني اعدائنا وهم اعدائنا بياخذوهم وبيعتقلوهم وبرجعوهم لاهاليهم. انتوا يا مصريين، انت يا الجيش المصري، تطلق على شاب أعزل 15 طلق؟ ليش رمى عليك إشي اللي دفعه؟ أنا بقول لك إيش، هو من كتر الوجع في ركبه وعايش بدهن علاجات وبياخد مسكنات لرجله رجليه وبده يعمل العملية وما حدا راضي يخششه على جوا يعمل عمليته. أنا بقول لك يمكن قال لك أنا لما أروح لهم يحنوا علي وخششوني. لين ابني كامل قوى العقلية، هاي شهاداته يمه، هاي شهادة التوجيه يمه، هات دفاتره اللي بكتب عليها يا حبيبي، هاتهم، هات دورات في الامبديست يمه، جواز السفر يا حبيبي يا أخو، هاي جوازه. في واحد مختل عقليا، أمه بتخطب له بدها تجوزه. أنا بدي تعرض صورته تقول لهم هل هذا البني آدم من نظرتكم للصورة إنه هذا إنسان مختل عقليا؟ أناشد كل العالم كله يطالب لي في دم ابني، بالإعدام في الجندي اللي طخ ابني. زي ما ابني انعدم هو ينعدم، هو مش أحسن من ابني، هو مش أحسن من ابني ولا أغلى من ابني على أهله. زي ما هو غالي أهله، ابننا غالي علينا كمان. ربنا من دعمنا قلبنا، احنا الشعب المظلوم الغلبان اللي طول عمرنا تحت الاحتلال. الجانب المصري ما قداش اي تصريحات عنه، لقلنا طيب ولا ميت ولا هي محجوز عندنا في النتفة الفلانية ولا هنا بدنا نسلمكم. كل يوم بيقولوا لنا بكرة مقتيش اشوفك يا حبيبي يما مقتيش. انا مش مصدقة يا اخو، والله انا مش مصدقة. انا متأملة ابني هلقيت يجيني هو ماشي على رجليه، لانه انا مش مصدقه المصريين يعملوا هيك في ابني. ليش يعملوا في هيك في ابني؟ ايش سوى لهم؟ اشوف ابني بدي احضنه وبوسه اودعه احطه في حضني. الهي يحصر امه وابوه عليه اللي قتلوا. رساله للمصريين، يرجعوا لي ابني ميت حي وجزاتهم على ربهم، اوكل الله فيهم. استمعنا إلى شهادة والدة الشاب الفلسطيني الذي أطلق النار عليه من قبل الجنود المصريين على الشواطئ الفلسطينية الحدودية المحاذية لرفح المصرية. معي الباحث في مركز الميزان لحقوق الإنسان سيد سمير زقوت. سيد سمير زقوت، رواية تتحدث عن أن الشاب الفلسطيني لم يكن مختلا عقليا، هي رواية والدة الشاب الفلسطيني. أيا تكن هذه الرواية، ما هي ملابسات فعلا إطلاق الجنود المصريين النار على هذا الشاب الفلسطيني؟ ونحن نرى فيديو يظهر إطلاق النار المتواصل على إنسان يسبح
في الماء. أنا أعتقد أنه السؤال حول حالة الشاب يعني هذا خارج السياق، ليس له معنى سواء كان مختلا عقليا أو كان إنسانا سويا بالكامل، هذا ليس هو الموضوع. طيب الموضوع الأهم أنه هناك إنسان في الماء، وكما يظهر في الصور هو لا يرتدي ملابس، يعني لا يمكن أن يكون يحمل حزاما ناسفا أو أسلحة، ويطلق عليه النار المتكرر من مكان مرتفع. نعم يعني هذا هو الموضوع، يعني ما ظهر بالفيديو إذا كان يعني هذا الفيديو حقيقيا هو صورة شاب يجتاز الحدود عاريا حتى يعني أعزلا حتى من ملابسه، وبالتالي ما جرى يعني كل ما شاهدناه بالفيديو هذا المشهد، شاب يدخل عاريا إطلاق نار مباشر، يحاول أن يلقي نفسه في الماء يعني للاحتماء من الرصاص، يتواصل إطلاق النار المباشر. أنا أعتقد المشكلة هنا أنه نحن أمام انتهاك واضح يقتضي فتح تحقيق جدي من قبل الإدارة المصرية، من قبل الحكومة المصرية، والتحقيق في هذا الحادث ومعاقبة كل من يثبت ارتكابهم لتجاوز بموجب القانون، لأنه القانون الدولي حدد الحالات التي يمكن فيها استخدام القوة المميتة، هي فقط حصن الحالات التي تتعرض فيها حياة الجندي للخطر، وبالتالي من حق الجندي أن يدافع عن نفسه. لكن في الحالة التي نحن بصددها كما سبق وقلت الشاب يبدو أعزلا حتى من ملابسه وليس فقط من السلاح، وبالتالي هو لا يشكل أي تهديد على الجنود في الموقع العسكري. كان بإمكان الجنود أولا أن يطلقوا التحذيرات بالصوت أو حتى بإطلاق النار في الهواء لتحذير هذا الشاب من التقدم أكثر، وفيما بعد كان بإمكانهم عرقل التقدم وإلقاء القبض عليه وإحالته للتحقيق ومن ثم هل هناك أي رواية مصرية حتى الآن عما جرى؟ حتى الآن للأسف لم نسمع شيئا، حتى الآن لم نسمع شيئا، وأنا أعتقد أنه وزارة الخارجية الفلسطينية وسفارة فلسطين في القاهرة عليهم واجب متابعة هذا الملف بضمان أولا إجراء تحقيق في هذا الحادث، ثانيا كشف المصير، يعني لا أحد يعلم ما الذي جرى، هل قتل فعلا؟ الصورة بدأ الشاب وكأنه ساكن لا يتحرك، هذا يشير إلى أنه قد يكون فارق الحياة، لكن هذه لا يمكن أن نصل إلى قناعة يقينية من خلال الصورة. يعني حتى الآن لم تعطي الجهات المصرية أي تأكيد على وفاته أم وجوده على قيد الحياة؟ لا يوجد بالضبط، لا توجد أي معلومة إذا ما كان قد فارق الحياة أو أنه أصيب ويخضع لتحقيق أو محتجز أو يخضع لعلاج، لا أحد حتى اللحظة يعلم. لذلك أنا أقول أنه واجب سفارة فلسطين في القاهرة ووزارة الخارجية الفلسطينية أن تتحدث هذه القضية، أن تضمن مع السلطات المصرية إجراء تحقيق، لأنه تجاوز الحدود هو انتهاك لا شك في ذلك، يعني هو مخالفة، أن تجتاز الحدود مخالفة، لكن هذه المخالفة يعاقب عليها القانون بالحبس عام أو أكثر أو أقل، إنما لا يعاقب عليها القانون بالقتل. الآن نحن كل يوم نشهد اجتياز الحدود بطريقه غير شرعيه من مهاجرين من لاجئين ولكن في هذه الحاله تحديدا سمير، الا يبدو بان الشاب ربما كان يسبح ولكن لم يدرك الخط الفاصل لتلك الحدود اصلا المصطنعه والتي لا يؤمن بها معظم العرب؟ يعني هذا حديث في السياسه، يعني حدود مصطنعه هذا هو واقع الحال. لا اقصد الان وجود الشاب في ذلك الخط، هل كان يدرك فعلا أثناء سباحته بأنه الآن هو اجتاز نقطة الحدود أم لا؟ أنا لا أستطيع أن أطلق حقائق، أنا أحاكم صورة بس الفيديو، شاب يسير مسرعا من الجانب الفلسطيني إلى الجانب المصري، ما هو الظروف، ما هي الملابسات، هذا يعني ما نصل إليه بعد التحقيق، التحقيق هو الذي يجب أن يضعنا بصورة هذه الحقائق، إنما دون تحقيق أنا لا أستطيع أن أتوقع ما سبب وجود هذا الشاب في مدينة رفح. أشكرك شكرا جزيلا الباحث في مركز تفضل جملة أخيرة. هذا كله خارج الموضوع، الموضوع نحن في مشهد إطلاق النار و التجاوز في هذه المسألة التي تقتضي تحقيقا وتقتضي كشف مصير هذا الشاب. شكرا لك. ما يفعل لماذا كان أيا كانت الأسباب لا تبرر.
الباحث في مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت.